والحقيقه هتسمعوا كلام دلوقتي صادم، يعني التربه تمسك الفوسفور وتقول له مش هسيبك. لذلك لو انا اضفت الفوسفور في فتره الصيف بالطريقه العاديه النبات مش هيستفاد، هدفع فلوس هضيع وقت ولا فائده للنبات. اهلا بكم اعزائي مشاهدي ومتابعي قناه مهارات زراعيه في كل مكان. احد المتابعين بعت لي سؤال بيقول لي انا عندي نبات معين في مرحله التزهير واضفت كتير جدا سماد الفوسفور وبتكاليف عاليه، ولكن للاسف التزهير عندي ضعيف. ده السبب اللي خلاني فكرت في الفيديو بتاع النهارده. ليه؟ لان احنا غالبا تقريبا كلنا بنستخدم الفوسفور بطريقه خاطئه جدا وفي ميعاد خاطئ جدا جدا، والنتيجه بتكون ايه؟ بضيع وقت وبضيع فلوس وببذل مجهود والنبات لا يستفاد. هتكلم اول حاجه عن اهميه عنصر الفوسفور بسرعه. اول اهميه ان هو بيدخل في تكوين الغشاء الخلوي للجذور، والغشاء الخلوي ده هو المسؤول عن ايه؟ عن نفاذيه الماء والغذاء الموجود في التربه الى داخل الجذور او الى داخل النبات. يبقى هنا لو الفوسفور ضعيف دخول الغذاء والماء داخل النبات هيكون ضعيف. نمره 2، الفوسفور بيدخل في تكوين مركبات الطاقه. وايه بقى فائدتها؟ اول حاجه هي اللي بتدي النبات طاقه كبيره جدا، وده بينفعني في مرحله التزهير. الطاقه العاليه اثناء التزهير بتدفع النبات بقوه للتزهير. الحاجه الثانيه ان الطاقه ديت مهمه جدا في عمليه البناء الضوئي او التمثيل الغذائي، وبالتالي توفر الكربوهيدرات او الغذاء للنبات. تاني سؤال هنجاوب عليه النهارده هو ما هي الاسمده المتوفر فيها عنصر الفوسفور؟ اول واحد واشهر واحد عندي سماد السوبر فوسفات، تاني حاجه عندي سماد الماب المونو امونيوم فوسفات، سماد الداب الداي امونيوم فوسفات، سماد المغنوم، وسماد ال ان بي كي عالي الفوسفور. هنا يخطر على بالي سؤال مهم جدا، ما هو النوع الافضل في دول ومتى استخدمه؟ تعالى اجاوبك على السؤال ده بمنتهى البساطه. اول نوع هو عندي السوبر فوسفات، ده بيستخدم في البدايه خالص قبل الزراعه في مرحله خدمه الارض، بضيفه مع السماد العضوي. طيب هنا في سؤال بقى مهم، ليه ما استخدمش السوبر فوسفات في جميع المراحل العمريه للنبات؟ هقول لك حاجتين اتنين. اول حاجه السوبر فوسفات شحيح الذوبان في الماء، يعني انا هضيفه النهارده النبات مش هيمتصه النهارده، لذلك انا بضيفه في البدايه خالص قبل الزراعه، وكل ما اروي ريه، كل ما اسقي النبات مره، الميه بتدوب جزء من الفوسفور ده وتنزله للنبات او تيسره للنبات. على مدى عمر النبات كل ريه النبات هيستفاد من الفوسفور اللي انا ضايفه على هيئه ايه؟ سوبر فوسفات. الحاجه الثانيه، وجود السماد العضوي بيساعد على تيسر السوبر فوسفات وتحوله الى عنصر فوسفور ميسر لامتصاص النبات. امتى استخدم بقى بقيه الانواع زي الماب والداب والمغنوم؟ اقول لك انا هستخدمهم طوال مراحل عمر النبات ولكن بتحفظات. ايه التحفظات؟ السؤال اللي جاي ده هو اللي هيجاوب على التحفظات ديت. ما هي العوامل التي تعيق امتصاص الفوسفور؟ اول عامل من العوامل التي تعيق امتصاص عنصر الفوسفور بالنسبه للنبات هو ارتفاع درجه الحراره. والحقيقه هتسمعوا كلام دلوقتي صادم لكن مفيد جدا. ارتفاع درجه الحراره بتؤدي الى ايه؟ احتفاظ التربه بشده بجزيئات عنصر الفوسفور، يعني التربه تمسك الفوسفور وتقول له مش هسيبك، وبالتالي يصبح غير ميسر لامتصاص النبات. لذلك لو انا اضفت الفوسفور في فتره الصيف بالطريقه العاديه النبات مش هيستفاد، هدفع فلوس هضيع وقت ولا فائده للنبات. ان انا هستخدم او هسمد عنصر الفوسفور على هيئه سوبر فوسفات في الخدمه الزراعيه قبل الزراعه مع السماد العضوي. السماد العضوي هيحرر الفوسفور ويحوله من صوره غير قابله للامتصاص الى صوره قابله للامتصاص، النبات هيستفاد بيه. او ان انا اجي اثناء مراحل الزراعه اضيف الفوسفور مع ايه؟ مع منقوع السماد العضوي. عشان كده تلاحظوا ان انا على القناه عملت اسمده كتيره جدا جدا اساسها هو السماد العضوي او منقوع السماد العضوي. يعني في الحاله دي مش هستخدم منقوع السماد العضوي مع الخميره. سماد عضوي مع ميه مع حامض فوسفوري او مغنم او ماب او داب. تاني عامل من عوامل تعيق امتصاص عنصر الفوسفور وجود الاملاح في التربه، خاصه في الاراضي الصحراويه. احنا اغلب الاراضي الوطن العربي بها نسبه من الاملاح، والاملاح دي بتكون يا اما على هيئه كربونات كالسيوم او كلوريد كالسيوم
او كبريتات كالسيوم. اولا عنصر الكلور او الكبريت بيعيق امتصاص الفوسفور، بالاضافه بقى ان عنصر الكالسيوم اساسا مش بيعيق، بيمنع امتصاص الفوسفور. ليه؟ لان هو بيكون مع الفوسفور مركب اسمه فوسفات الكالسيوم، وده غير قابل للذوبان وبالتالي لن يستفاد منه النبات. طب ايه الحل؟ رقم واحد ان انا هضيفه مع الخدمه الارضيه مع السماد العضوي، هيسره للنبات. نمرة 2 هستخدمه كرش على المجموع الخضري زي ما قلنا. ثالث عامل من عوامل إعاقة امتصاص الفوسفور هو ارتفاع pH التربة. احنا قلنا قبل كده ان اغلب اراضي الوطن العربي pH اعلى من 7 لانها اراضي قلوية. 7 ده متعادل، اعلى من 7 ده قلوي، اقل من 7 حامضي. اغلب اراضي الوطن العربي اراضي قلوية يعني pH اعلى من 7. امتصاص عنصر الفوسفور بيتم من pH 6 الى 7، يعني من الحامضية الى المتعادل، وبالتالي هيحصل عندي مشكلة جدا في الاراضي اللي pH ايه اعلى من 7. طب الحل ايه؟ الحل ان استخدم حامض الفوسفوريك. شفت انا ما ينفعش اقول لك استخدم ايه؟ سوبر. ليه؟ اولا الحامض الفوسفوريك عباره عن شقين، حامض وفوسفور. الحامض هيخفض لي البي اتش، بدل ما كانت اعلى من 7 تبقى اقل من 7، يبقى هنا هيحصل امتصاص للفوسفور. ثاني شق هو الفوسفور، انا كده كده هوفره للنبات وهيمتص لان البي اتش عندي ايه؟ اقل من 7. طب في حل ثاني؟ ممكن استخدم برضو فوسفور يا اما في البدايه على هيئه سوبر فوسفات مع الخدمه الارضيه اضافه للسماد العضوي، او استخدمه كرش على المجموع الخضر. رابع عامل من عوامل تعيق امتصاص عنصر الفوسفور هو وجود الحديد بكثره في التربه. الاراضي الحمراء، اي اراضي حمراء لونها احمر دي فيها عنصر حديد بكثره، بيعمل ايه؟ بيعيق امتصاص الفوسفور بشده لانه بيكون مع الفوسفور مركب اسمه فوسفات الحديديك، وده غير قابل للذوبان في الماء زي اللي حصل مع الكالسيوم بالظبط. يبقى الحل هنا ايه؟ ايوه برافو عليكم، استخدمه مع السماد العضوي قبل الزراعة، او استخدمه رش على المجموع الخضري، او بضيفه مع منقوع السماد العضوي طوال موسم الزراعة. اخر عامل من عوامل اعاقة امتصاص الفوسفور هو المحتوى الرطوبي للتربة. كل ما كان المحتوى الرطوبي للتربة عندي مرتفع، يعني الرطوبة فيه اسمها السعة التشبعية، يعني فيه لسه فيه رطوبة في التربة، هنا هيكون الفوسفور ميسر لامتصاص النبات. كل ما تجف التربة كل ما يكون هنا الفوسفور غير ميسر للنبات. ليه؟ لان في حاله ان التربه فيها رطوبه، الرطوبه ديت او الماء الموجود في التربه بيساعد على اذابه الفوسفور الموجود في التربه. قلنا الفوسفور طبيعته بطيء الذوبان او شائع الذوبان، وجود الماء هيعمل على اذابه مستمره لعنصر الفوسفور الموجود في التربه. يبقى ارجوك هنا خاصه في الصيف ما تحاولش توصل بالتربه الا انها تكون شديده الجفاف. بكده اكون وصلت لنهايه الفيديو، اتمنى يكون نال اعجاب حضراتكم، واتمنى اكون قدمت ليكم معلومه مفيده. شكرا لحضراتكم والى لقاء فيديو اخر ان شاء الله.